قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرف أن أكون في ضيافة فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي. أهلا مرحبا شيخي كريم. أهلا حياكم الله يا أستاذ أحمد. مرحبا. ربنا يحفظك ويرضى عنا وعنكم يا رب. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. أهلا مرحبا يا أستاذ عمرو. ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم حتى يتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عنها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وطبعا نعتذر عن إعادة حلقة أمس لعطل فني، وإن شاء الله تعالى نحن في انتظار أي اتصال أي استفسار أثناء اللقاء. بداية شيخي الكريم، أسئلة وردت على صفحة البرنامج. أخت تسأل وتقول: ما حكم استعمال وسائل منع الحمل وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن كان المقصود منع الحمل منعا باتا نهائيا فإن هذا لا يجوز إطلاقا إلا عند الاضطرار، كأن تكون المرأة مصابة بمرض في الرحم لا يسمح لها بالحمل. في هذه الحالة يمكن أن تأخذ هذه الموانع أو هذه الوسائل التي تمنع الحمل عند حالة الاضطرار. أما في غير حالة الاضطرار فلا يجوز منع الحمل نهائيا، لأن هذا إهدار لمقصد أساسي من مقاصد النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والحديث إسناده حسن. فإهدار هذا المقصود من غير ضرورة ولا اضطرار لا يجوز. أما إن كان أخذ هذه الوسائل لما يعرف بتنظيم الحمل، يعني تنظيم فترات ما بين الحمل والحمل لئلا يتتابع الحمل ويتكاثر على المرأة، فيكون هذا مؤثرا على صحتها العامة، أو يكون مؤثرا على بقية الأولاد الرضع في هذا التوقيت، أو يكون مؤثرا على قيامها بواجبات الزوجية، فيريد معا أن تكون هذه الوسيلة تباعد بين فترات الحمل، مثلا إعطاء فرصة لسنتي الرضاعة أن تكون كاملتين بين الحمل والحمل. في هذه الحالة لا يجوز، والأصل في جواز هذه المسألة هو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح العسر للصحابة رضي الله عنهم، وجابر بن عبد الله حديثه في الصحيحين: كنا نعزل والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ننهى عن ذلك، أو كما قال والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نعم، صلى الله عليه وسلم. أخ أيضا يسأل ويقول: ما حكم سماع الأفلام والمسلسلات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا شك أن مما عمت به البلوى أن الأفلام والمسرحيات والتمثيليات والمسلسلات كل هذه لا تخلو من محرمات مركبة. أولا فيها سيناريوهات غاية في الفساد والإفساد. ثانيا فيها الممثلين والممثلات وهم أسوأ قدوة تقدم لشبابنا وفتياتنا. ثالثا فيها العادات القبيحة والكلمات النابية في بعض الأحيان. رابعا فيها الموسيقى والغناء، وأحيانا يكون الرقص الشرقي والبالي وغير ذلك. فكل هذا يجعل النظر إلى هذه الأفلام وتلك المسرحيات والمسلسلات حرام قطعا، يعني ليس يعني فيه شك، إنما هو حرام قطعا لوجود هذه المحرمات المركبة. إنما يستثنى من ذلك بعض الأفلام الوثائقية، أفلام تاريخية وثائقية
لا يخالطها لا موسيقى ولا غناء ولا نساء متبرجات ولا غير متبرجات، ففي هذه الحالة يجوز، ففيها بعض الفوائد، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت أم علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. ورحمة الله وبركاته. مرحبا، مساء حضراتكم طيبين. أنت بخير وبصحة وسلامة يا أمي، تفضل. الله يكرمك. ممكن أسأل الشيخ بس سؤال كده عشان ابني بس؟ الله يبارك لك، تفضل. الفضل لوحده. بقول لحضرتك يا شيخ، تفضل يا أخت. ابني وابني وزوجته، ابني وزوجته، نعم، كان في مشكلة حصلت، والمشكلة دي يعني بالنسبة لي أنا هي بتنقل لابني كلام عليا بتشيله مني، فأنا لما ابني اتفرغ فيا قوي وانفجر فيا قوي، هي كانت شكت لي منه في التليفون وقالت لي أنا بكرهه، فلما وأنا كنت متحملة كل الألم ده وساكتة وشايفة ان ابني بيتعامل معايا ازاي، بس هو حنين جدا، والله العظيم حنين جدا، مش ببالغ كده في ان هو ابني، لا والله هو حنين جدا، وهي برضو الشهادة لله، التعامل معايا بيني وبينها صريح 100% ان هي كويس، انت تحملين لها هذا الطيب، بس كلام في طيب. لما قام عليا مرة واحدة كده ومش عارف، او بهدلني قدام الناس وزعقلي قدام الناس عشان خاطرها، وهي واقفه قدامي وانا قاعده كده زي ما اكون لا مؤاخذه يعني زي ما اكون انسانه حاجه مبلوله كده، فرحت قلت له، رديت عليه وقلت له ايه، خلي بالك اللي انت حارق دمي بسببها دي، وانا واحده مريضه وعندي القلب وعندي الضغط، وقعدت اتبليت، ورحت قايله له ايه، دي بتقول عليك بكرهك، قالت لي عليك انا بكرهك، راح ردد عليها قدام الناس اللي واقفه، يا فلانه يا فلانه انت طالق انت طالق، لا حتى يعني بس. فانا بقى عايزه اعرف يعني هو قالها كده بصريح العباره، وانت طبعا يا حاجه ام علي زعلانه ان ده اللي حصل بسبب نقلك للكلمه دي. ايوه انا اللي حزني ان هو قلب عليا قوي 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 كده وانفجر فيا لدرجه ان انا نطقت الكلمه، نعم، وانا اسفه، انا بعترف ان انا غلطانه ان انا نطقت له الكلمه دي. حد طيب يا ام علي، ربنا. فهو راح قال لها يا فلانه انت طالق انت طالق، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب شيخنا، هو طبعا عنده استعداد يصلح ما بينه وبينها هي طيب. اتصلت بيه طيب. هو اتصل بيها وقال لها انت طيب. اتكلم معاك شيخنا، لان الموضوع بينه وبينها، هيقول لحضرتك هتعمل ايه. حاضر حاضر يا حاجة أم علي، يحضر لك الخير. انا هو ما كانش فيه بينه وبينها مشكلة، خلاص واضح الكلام والله يا امي. حاضر، ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب. أمة الله، السلام عليكم. السلام وبركاته. اهلا مرحبا. لو سمحت كنت عايز اسال الشيخ بعض الاسئلة. طب تفضلي. اول، هل يجوز مشاهده الحجبين للمراه المنتقبه لزوجها؟ هل يجوز ايه يا أمة الله؟ يجوز مشاهده الحجبين للمراه المنتقبه لزوجها؟ حاضر. وان كان يجوز فكيف نفصل بينه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النمصه المتلوصه؟ ده بالنسبه للاول. حاضر، انت اعتبرت ان الشيخ هيقول لك يجوز، فانت بنيتي سؤال على السؤال. حاضر تمام. السؤال الثاني هل لبس البنطال للفتاة المنتقبة أمام المحارم من الرجال والنساء وكذلك النساء الأجنبيات في بيتها، علما بأن الجلوزة المرتدعة على البنطال تصل إلى أسفل الركبة؟ طيب حاضر. معلش في سؤال كمان ثاني. هل يجوز للحائط قراءة القرآن من على الشاشات الإلكترونية ولا لا يجوز؟ حاضر، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الحاجة أم علي يعني يبدو أنها على فطرتها، وكل اللي ألمها أن ابنها، وهي حتى أثناء قبل أن تقول ابني عمل فيها، هي شكرت ولدها وذكرته بالخير، وذكرت زوجة ابنها بالخير أيضا، لعله موقف نزغ فيه الشيطان. لا. فماذا يفعلون يا شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، واضح انه العلاقه لله الحمد بين الولد وبين الام علاقه كويسه طيبه، والعلاقه ايضا بين الام وزوجه الابن ايضا علاقه لا باس بها طيبه، والام ما شاء الله حريصه على لم شمل الابن وزوجه الابن، لكن هذا امر عارض، نحسبه ان شاء الله ان يكون امرا عارضا، اللي هي الغضبه التي غضبها الابن على امه،
وإن كان هذا خطأ محض ده دور شيطان ولا يجوز إطلاقا يعني حتى لو أن زوجته نقلت له كلاما. فالواجب على الابن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني أن يختلي بأمه وأن يستفسر منها إن كان هذا وقع. طيب ما الدافع في وقوع هذا الكلام؟ لا أن ينفعل ولا أن يغضب، لأنه مع الانفعال والغضب طبعا فاق كل الحدود في التعامل مع الأم. والله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فشتان بين الغضبة والانفعال والزعل على الأم وبين أن يقال القول الكريم من الابن لأمه أو من الابن لأبويه. فنسأل الله عز وجل أن يتوب على أمين يا رب. في اتصال؟ في اتصال حاجة سناء وبعدين نقول هيعملوا إن شاء الله تعالى. حاجة سناء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونفع بكم وأحسن إليكم والموحدين أجمعين يا رب العالمين. آمين. وإياك يا أختنا تفضلي. بصي أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا بفضل الله وبكرمه باخد بالأحوط يعني على قدر كل شيء وأطيقه. عايز أعرف ما الفرق بين الأحوط والأيسر ما لم يكن اسم. السؤال الثاني، في المسائل الاجتهادية طبعا بيبقى فيه اجتهادات كثيرة مش اجتهاد واحد، هل السائل لما يجي يطرح علي سؤال اختار له ما اطيقه انا ام اضع الاختيارات كلها كاملة ليختار هو؟ وكل الاجتهادات بفضل الله لا تخرج عن ادواتها من القرآن والسنة الصحيحة. وهل رأي الصالحين قرآن منزل أم كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ والاسم الله خيرا. حاضر حاضر يا حاجة سناء. الحاجة نقول للحاجة أم علي نكمل المشكلة دي يعني يعملوا إيه؟ أنا أناشد الابن إن هو يسترضي أمه، أولا يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ربه عز وجل ويندم على ما وقع منه ناحية أمه، فإن منزلة الأم في الإسلام عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أحق بصحبتي يا رسول الله قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فهذا هو الواجب الأول، أن يقوم الابن بالاعتذار والتأسف للأم واسترضائها بكل طريق. وأيضا نناشد الأم الفاضلة الحجة أم علي أن يرق قلبها وأن يلين جانبها مع الابن وتعطيه فرصة لمراجعة نفسه ولندمه واستغفاره واعتذاره وتأسفه لها. وأيضا نناشد زوجة الابن أن تكون يعني على مستوى ابنه مع أمها، فتعود أيضا بالأم بالاسترضاء والمسامحة وطلب العفو والمغفرة من هذه الأم، فإنما هي أيضا حماتها بمنزلة أمها. ثم إن كان السؤال أساسا منصب على موضوع الطلاق، نعم الابن قال للزوجة أنت طالق طالق طالق، اللفظ صريح، لكننا نريد أن نتأكد من حال الزوجة، هل الزوجة في هذا التوقيت يقع عليها الطلاق أم لا؟ فأقول الاحتمالات الأربعة المعروفة يا أستاذ أحمد، إن كانت المرأة الزوجة يعني في هذا التوقيت حاملا فيقع عليها الطلاق ويحسب. نعم. إن كانت المرأة الزوجة يعني في هذا التوقيت كانت في فترة الحيض الشهري فإنه أيضا يقع الطلاق ويحسب. إن كانت المرأة في طهر بين حيضتين لم يقع بينها وبين الزوج جماع في هذه الفترة فالطلاق أيضا يحسب ويقع. أما الحالة الرابعة، إن كانت الزوجة في هذا التوقيت في طهر وقع فيه جماع فإنه في هذه الحالة لا يقع على الزوجة الطلاق، لقول عليه الصلاة والسلام لابن عمر لعمر بن الخطاب أن يبلغ ابنه ابن عمر رضي الله عنهما، قال مره فليراجعها حتى تطهر يعني من حيضتها الحالية ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق ما لم يكن مس أو قال من غير مسيس. فإذا كان المرأة في هذا التوقيت في طهر بين حيضتين لكن وقع بينها وبين الزوج جماع فإنه لا يقع عليها الطلاق في هذه الحالة،
فعليهم أن يستبينوا حال الزوجة من هذه الاحتمالات الأربعة. ولو وقع وهي دي الطلقة الأولى يردوها. نعم، وإذا نعم. كان الأمر متعلق بأن هذه أول طلقة ووقع في الاحتمالات الثلاثة الأولى الحمل والحيض والطهر الذي ليس فيه جماع، ففي هذه الحالة يراجع الزوج زوجته على يد اثنين شهود حتى لا تضيع الطلقة بين الزوجين مع امتداد الحياة الزوجية بدون مأذون بينهم. نعم. نعم. لا يشترط أن يكون هناك توثيق أو مأذون ما دام الإشهاد يقوم مقام التوثيق. وبقيت نقطة بسيطة. طب قبل هذا نأخذ اتصال. تفضل. الأخت ليلى يبدو من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. نعم تفضلي يا أختي. أقول لحضرتك. نعم الله حضرتك. يا مين معانا؟ أقول لحضرتك أولا أنا أم علي اللي كنت بكلم حضرتك من شوية. أي تفضلي. طيب. ابني دون يعني لما هو بتشحنه 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 راح هو بيحمل على نفسه بيحمل على نفسه بيحمل على نفسه وأنا ما ببقاش عارفة حاجة إلا لما بلاقي المعاملة. بعدين هو معاه ثلاثة. معاه ثلاثة إيه؟ أولاد. معاه ثلاث أولاد. ثلاث بنات. ربنا يخبارك يا رب. معاه ثلاث بنات. هم عايشين معاكي في نفس البيت يا حاجة أم علي؟ وبنت داخلة سنة أولى وبنت في حضانة. بقول لحضرتك. أنا غصب عني نطقت الكلمة وتأسفت وهو جه تأسفني بالليل. خير. هي شكلها زعلانة يعني إن هو ترتب على كلمتها الطلاق. إلا لما تأسف لي وبس لا مؤاخذة رجليا. وهذا حقك عليه يا أمي. الساعة 3 الفجر. يا رب يرضى عنكم جميعا. ورضاني وحقك عليا وحقك عليا ما تزعليش مني حقك عليا ما تزعليش مني. هما مش عايشين معايا في نفس البيت لا. أنا في مكان وهم في مكان. طيب. بس أنا كنت رايحة زيارة لأن ابني عنده جلسة ابني علي اللي هو حضرتك اللي أنا حكي لحضرتك عليه أنه تقتل بكرة الاثنين عنده جلسة لابني والقاتل جايب شهود زور فده مولع لي يعني أنا كل ده متحمل عليا وأنا غصب عني انفجار من ابني من هنا والشحنة اللي جواه على ابني اللي تقتل غصب عني رحت نطقة الكلمة فاعترفت لأولادي أنا غلطانة إن أنا قلت الكلمة دي أنا غلطانة وغلطت إن أنا قلتها عشان خاطر الولاد عشان خاطر البنات مش عشان خاطر عجي عشان خاطر ابني بس غفر الله لنا ولك يا حجة الله يكرمك إن شاء الله بإذن الله ما فعلتيه وهو يردها عادي يا أمي خلاص هو والله رضي عنه كل الرضا يا رب يرضى عنه الحمد لله رب العالمين والله ما نطقت الكلمة دي غصب عني أنتوا أسرة كريمة وفاضلة هم بقى الله أعلم بيهم بقى لا ان شاء الله هو الابن واضح ان هو انسان كويس وبار بامه وانت ست فاضله وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لك يعني انا عدت عايزه افهم الخلاصه من الاخر كده بالمعنى اللي انا افهمه ان هي دي قال لها انت طالق أيوة. بس ما قالش ثلاثه هم اثنين هي فاهم هي في كل الاحوال شيخنا هيقول هي في النهايه هي طلقه واحده إذا كان الحالة اللي أنا شرحتها حضرتك أنا بس عايز أفهمها بس عشان حضرتك أنا ست كبيرة أنا بص حضرتك عندي بص حضرتك 67 سنة ربنا يبارك في عمرك يا رب إن كان هم بس هم اللي هيبقى عارفين المسألة دي مع بعضهم كزوج وزوجة يعني إن كانت الزوجة في الوقت ده ربنا يكرمك ربنا يكرمك أنا بس عايز أفهمها بمفهوم طيب أنا هفهمها لك واحدة واحدة ست كبيرة معلش البنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلاص اسمعينا من خلال الشاشة حاضر هقول تاني بس الحاجة يعني طبعا الحاجة الأخت ليلى تعاود الاتصال لعل حصل خلط في المكالمتين يعني بنقول للحاجة أم علي إن كانت زوجة الابن في الفترة دي اللي قال لها أنت طالق يوم الحدث ده كانت حامل أو كانت حائض أو كانت في طهر بعد حيض لم يقع بينهم جماع يبقى الطلاق هيقع طلقة واحدة وعلى الزوج في هذه الحالة أن يرد الزوجة على يد اثنين شهود بدل ما نكبر الموضوع ومأذونه كتابة وغيره يعني. أما إن كان لما قال لها أنت طالق كانت الزوجة في فترة طهر بين حيضتين حصل بينهما جماع قبل موضوع الطلاق ده بيوم بيومين بأكتر بأقل فهذه الحالة الرابعة لا يقع الطلاق فيها وهو لفظ خرج كأن لم يكن والله عز وجل أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأخت أمة الله سألت أكثر من سؤال نعم مسألة الحواجب وتسوية الحواجب للزوج هل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
يا إخوة يا أخوات، الحديث الوارد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، ليس فيه قيد ولا استثناء. لعن الله النامصة والمتنمصة، فهذا قوله صلى الله عليه وسلم من غير قيد ولا استثناء. لم يقل بس لو كانت كبيرة مش مشكلة، ولم يقل لو كان هذا للزوج مش مشكلة، ولم يقل لو كان هذا داخل البيت مش خارج البيت مش مشكلة، أبدا ليس في هذا الحديث قيد ولا استثناء. ولذلك لا يجوز للمرأة سواء كانت فتاة أو متزوجة أو كانت أرملة أو مطلقة أو كانت صغيرة أو كبيرة في السن أن تأتي إلى الحاجبين بتسوية أو ترقيع أو ترفيع أو أخذ شيء من شعر الحاجبين على الإطلاق، لأن هذا الفعل عد كبيرة من الكبائر لنص الحديث الوارد فيه لعن، واللعن لا يكون إلا على معصية كبيرة. فموضوع الزوج والزوجة هذا غير صحيح، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على الله خير صلى الله عليه وسلم. الحاجة أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا. قناة الندى. نعم تفضلي يا أختان. لو سمحت أنا عندي سؤالين. نعم. ألو. تفضلي اسألي. الصوت احنا ساكتين خالص، حضرتك اللي بتتكلمي. اتفضلي اتفضلي يا حاجة. طب عندي سؤالين لو سمحت لسيدنا الشيخ. السؤال الاول، انا شغالة في التدريس، وفي اثناء الاجازة الصيفية بنروح المدرسة بس مش بالدوام، يعني بنروح ايام يعني زي ما النظام المتبع يعني عرفيا كده، ايام نروح وايام ما نروحش. تمام. بعد الواحدة مننا او الموظف يعني ما بيطلع على المعاش بيطلب منه ان هو ياخد بدل الاجازات اللي هو ما خدهاش، يعني في الغالب بيكون الاجازات دي ما اصلا ما خدناهاش، واخدينها طبيعي من غير ما نروح، من غير ما نروح وهي ومن غير ما يوقعنا من غير ما نروح. فالفلوس دي لو جات لنا مباشر من غير احنا هي حاليا بيترفع لها قضية بمحامي علشان الفلوس دي تيجي بدل الاجازات، لكن انا مش عارفه الفلوس دي حلال ولا حرام. لو انا لسه ما طلعتش بس بسال قبل ما اطلع لسه بدري على ما اطلع، هل دي حلال ولا حرام؟ ولو جت الفلوس دي جت في مثلا ايام انا ما اطلع على المعاش وجت تلقائي من غير ما حد يطلبها او يرفع لها قضيه، اخد فلوسها ولا اطلعها ولا اتصرفها ازاي؟ طيب. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، معلش لو سمحت، اما بنروح نصلي التراويح في رمضان، عرفنا طبعا من خلال التعليم والقنوات ان لبس الشراب شرط من شروط صحة الصلاة والصلاة باطلة بدون لبس الشراب. اما بنروح نصلي بقى في التراويح في رمضان بلاقي كل الحريم ما فيش ولا واحدة لابسة شراب. انا الحمد لله بلبس الشراب على طول بره خارج البيت سواء في شغل او في اي حاجة، بس في البيئة اللي احنا فيها يعني بيئة ارياف ما فيش حد بيلبس شرابات خالص. فانا بقيت انا مش عارفة اكلم الناس ازاي، ولو كلمتهم هينفروا من الصلاة نفسها وما يروحوش. اللي قدرت ان انا اقول له بيني وبينه كده بالراحة علشان ما اعملش نفور من اللي الحريم من الصلاة، قالوا لي الدنيا حر محدش مستحمل يلبس شراب. فأنا حاسة بالذنب إن أنا مش قادرة أبلغ المعلومة دي للناس، وهم طبعا كلهم غالبهم فلاحين فلاحات يعني وما عندهمش يعني قدر من التعليم، ولو عرفوا أو مباشر كده إن أنا قلت لهم الصلاة هتبقى باطلة من غير لبس الشراب مش هيروحوا يصلوا. صحيح. فده دور مين يعني؟ انا حاسه بالذنب ان انا مش قادره اعمل حاجه اغير بيها المتبع او العرف ده. ده دور مين؟ شيخ الجامع المفروض يعمل مثلا دروس علمي للنساء يعلم فيها الناس الف ب دين والف ب عبادات ويعرفهم الصح والغلط، ولا دورنا احنا نعمل ايه؟ انا حيرانه يعني، انا حاسه بالذنب بس ومش مرتاح. حاضر يا اختي. متشكرين قوي. شكرا، ربنا يجزيكم خير. في رعاية الله يا محمد، الله يرضى عنك. اسمع بقى الإجابة. حاضر حاضر.
اخونا سعد. السلام عليكم استاذ سعد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا تفضل. الله يسلمك. والله كنت كان في شويه مشاكل في البيت كده ماشي وقلت على الطلاق باذن الله ما انا معايا الله ايه بره البيت وانا ما معيش مقدره ان انا اجر بيت ولا افتاء. قلت عليا الطلاق باذن الله يا حاج سعد. ايه عليا الطلاق. عيط بره البيت. هتعيط بره البيت؟ طب معلش مفيش امكانيه. مفيش امكانيه. طب طيب حاضر. امه الله لبس البنطال امام المحارم او امام النساء ولو لبست بنطلون اسفل الركبه هل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كانت المراه في بيتها فلبسها امام المحارم هو لبس المهنه، لباس المهنه يعني لباس المعتاد داخل البيت. وهي تذكر أنها تلبس أو المرأة يعني اللي هي بتحكي عنها تلبس البنطال وتلبس عليه بلوزة تقارب الركبة. نحن نقول لبس البنطال للمرأة إن كان لا يجسد العورة يعني متسع بحيث لا يجسد العورة وفي نفس الوقت سخين يعني القماش نفسه تقيلة لا تشف عن بدنها ففي هذه الحالة لا بأس إن كان هذا في بيتها مع الزوج مع الأولاد مع المحارم من عم أو خال أو جد أو زوج أم أو حماها والد الزوج كل هؤلاء محارمه ففي هذه الحالة لا بأس أن تلبس البنطال إن كان فضفاضا واسعا لا يجسد ولا يشف عما تحته من البدن والله أعلم. الأستاذة سمية السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ احمد. اخوك احمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. تحياتي للشيخ شعبان. الله يرضى عنك وعنه يا رب وعن المسلمين جميعا. لو سمحت عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. انا كنت عامله دفتر كان معايا فلوس يعني اشتري بيه بيت بدل ما اصرفهم حطيتهم في الدفتر بقى انا ما كانش معايا انا الطاقه. دفتر بريد ها؟ الو سامعني؟ ايوه. فحطيتهم باسم ابني وسحبتهم فابني توفى الله يرحمه. انا سحبتهم قبل ابني ما يتوفى. نعم سامعني حضرتك؟ ايوه ماما. ففي 17 جنيه في الدفتر لما ابني توفى رحت اقفله قالوا لي لازم قالوا لي قطعيه وارميه فانا عايزه اشوف يعني الشرع فيه ارمي الدفتر ولا اعمل اعلام وراثه عشان اسحب ال 17 جنيه عشان هو ما يشيلش ذنبهم لان هو الدفتر بتاعي انا بس انا كنت عاملاه باسمه عشان هو اللي كان معاه بطاقة. نعم. طيب خير. والسؤال الثاني لو سمعت. نعم. هو 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 توفى وجاي في البطاقه انا بلغت اول شهر في 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 التومين شالوه بس في البطاقه الكمبيوتر باخد له 5 ترغيفه. قلت لبتاع الفن قال لي حطي حقهم في الجامع فعايزه اسمع الشيخ شعبان بس يقول لي ايه اعمل ايه. الله يرضى عنك يا امي. السلام عليكم. حاضر الله يكرمك. والله حاجات ربنا يكرمك يعني شوف بتدور على 5 ترغيفه وفي ناس تانية نسال الله السلامه. مين معايا؟ اخونا الاستاذ عبد العزيز من السعوديه. اهلا ومرحبا اخي كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ عبد العزيز تفضل. لو سمحت كنت عايز اعرف حكم الشرع في شهادات استثمار قناه السويس. حاضر شكرا جزيلا. وياك يا استاذ في رعايه الله. الاخت امه الله هل يجوز للحائط قراءه القران من على يعني الموبايلات او الوسائل الحديثه؟ نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا بأس للرجل أو للمرأة على حد سواء حتى ولو كانت نفساء أو حائضا أن تقرأ القرآن من على الأجهزة الحديثة كالموبايلات أو شاشة الكمبيوتر أو غير ذلك لأن هذه الشاشة شاشة ومضية ضوئية ليس لها قداسة أوراق المصحف التي لها جرم وهي ثابتة ففي هذه الحالة خير لها من أن تقرأ في المصحف ويقال لها لا تقلب الصفحات بيدك مباشرة إنما لابد أن تلبسي حائلا وهو الجواند أو القفاز أن تقرأ هي أفضل من ذلك أن تقرأ على الشاشة سواء كانت شاشة الموبايل أو شاشة الكمبيوتر أو شاشة التلفزيون على حد سواء والله عز وجل أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسئلة الحجة سناء.
هي دائما تقول أنها تأخذ بالأحوط وتسأل ما الفرق بين الأحوط والأيسر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الفارق بين الأحوط والأيسر كما الفارق بين الواحد والعشرة، لأنه الأحوط أخذ بالقول الذي فيه شدة احتياط وورع، هو القول الأشد، إنما الأيسر عكسه تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما إن كان هذا للناس، أما إن كان لنفسه فقد كان أشد الناس ورعا عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي إذا أردنا أن نفتي غيرنا، ده سؤالها الثاني بقى، والله هو وارد في مسائل الاجتهاد، هل الاختيار انها تختار للناس اللي هي بتختاروا نفسها، نعم، ولا تختار لها يعني المذاهب؟ نعم، اذا اردنا الامر للعامه للناس لغيرنا فالواجب ان نختار لهم الايسر ما لم يكن اثما، اما اذا اردنا ان نختار لانفسنا ففي هذه الحاله انت وشانك. اذا اردت ان تاخذ بالايسر ما لم يكن اثما فقد فعلت خيرا، والنبي كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه يسروا ولا تبشروا، والله تبارك وتعالى ولا تعسروا. يسروا أحسنت، يسروا ولا تعسروا. وفي ما بجيبش حاجة من عندي، أنا بتعلم. نعم الله يكرمك. وفي القرآن الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب ناخد أم عمر وبعدين نكمل. فضل أم عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. النهارده كله سؤالين، مفيش ثلاثة، تفضلي. معلش بعد اذنك سؤالين. نعم تفضلي. السؤال الاول، انا حلفت بالله ان انا ما اخدش شيء. حلفتي قلت ايه يا ام عمر؟ قلت والله ما ناخد الحاجه دي، يعني انت مش هتاخدها، والله ما اخدها. اختي دلوقتي اجبرتني ان انا اخدها، فانا كنت 3 ايام كده. انا صح ولا غلط؟ طيب حاضر، ده السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني، عايز اسال عن حكم قتل الحشرات اللي في المنزل مثلا. حكم قتل الحشرات والكلاب، لو كانت الكلاب، لو كانت الايه الكلمه الاخيره، كلاب ايه؟ كلاب. حاضر، اكيد لو كانت يعني مسعوره او ما شابه. ام مريم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا اختنا. اهلا بك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايزه اسال سؤال. نعم. إيه، انا جوزي اتجوز عليا فعدم علمي من حوالي سنة ونص، اكتشفت الموضوع ده. وبعدين لما طلبت منه الانفصال قال لي لا، ما انا مش عايزة اطلقك، انا هطلقها هي. وفعلا جاب لي قسيمة الطلاق وانا طلقتها وخلاص الموضوع انتهى. بعد كده اكتشفت ان هو ردها من ورايا، وكان المشكله ان القصه بقت كذب ولف ودوران كتير 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 كتير. وحتى لما عرفت واتصلت بيا هي بلغتني، قالت لي ده ردني. تيار جيت طلبت منه، قلت له انا تعبت من كتر الكذب. قال لي لا ده انا خلاص مش هرجع لها، هي بس علشان الولد اللي عندي منها. لكن يا شيخ الموضوع انا بالنسبه لي ضرر نفسي مش طبيعي، ضرر نفسي يعني ربنا وحده اللي اعلم بيه. يمكن انا بقالي سنه ونص لا عارفه، يعني مش عارفه عايزه بقيت بني ادمين، ولا عارفه اضحك، ولا عارفه ولا حاسه بطعم اي حاجه في الدنيا. انا عايزه اسال سؤال، هو ده شرع ربنا؟ هو ده الحلال؟ يعني هما بيتكلموا انا ما عملتش حاجه حرام. ماشي انت ما عملتش حاجه حرام، بس الكذب واللف والدوران والظلم ده حلال؟ طيب حاضر، حقك. اذيه الناس يعني انا عايزه اسال، هو من الشرع ان حد يؤذي حد، ياخد من يسرق منه راحه باله، ويسرق منه سعادته، ويسرق منه كل حاجه؟ هو ده الدين؟ هو ربنا قال كده؟ حاضر وشكرا يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاجه سناء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا لسه بنجاوب الحاجة زينب. الحاجة زينب، أنا سمعت غلط، أنا قلت الحاجة سناء بتتصل تاني ليه؟ كان زي حضرتك. الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيك. الحاجة زينب، ازيك يا حاجة زينب؟ ازي حضرتك، ازي شيخ شعبان؟ تمام الحمد لله. بقاء لله. حضرتك ما يعني ما عرفتش أتصل بحضرتك، والله أقول لك البقاء لله. جزاك الله خير. ليا حضرتك سؤالين، سؤال خاص بي وسؤال خاص بابني. نعم. يعني أنا بطبيعة يعني الحال أنا ما كنتش عايشة في القاهرة، كنت عايشة برا يعني.
فحضرتك عارف معايا الالتزام بره بيبقى مفيش التزام اصلا يعني. فلما جيت القاهره والتزمت وكده فكنت بنزل المسجد وكان بيبقى فيه العذر الشهري بتاعي، وقالوا لي في المسجد ان لا ما تنزليش الدرس. حضرتك عارف طبعا الواحد لما بيكون ملتزم في البدايات كده ربنا يثبتنا يا رب بيكون عنده نهم للعلم وحاجات كده يعني. فانا كنت بنزل الدرس وكانت المعلمه بتاعتي منتقبه ولابسه جوانتي وكانت بتديها الدرس وقالت لي انزلي الدرس ما تنقطعيش. طبعا هي بتقول على اساس ان انا لسه في البدايات خالص ومش عارفه عندي ثقافه دينيه وكده وكنت بتعلم القران وكده، فهل انا عليا اسم ان انا نزلت المسجد وهل لي كفاره بالنسبه لان نزول المسجد كان حرام في الوقت ده؟ السؤال بقى خاص بابني بيقرا القران، هو صغير برضو عنده 18 سنه، فبيقول يا ماما انا عايز اعرف ايه يعني قول الله وقول الرسول. سألني كذا سؤال كده بصراحه ما عرفتش اجاوبه فيه. كنت عايزه من الشيخ شعبان ربنا يبارك فيكم كتاب ان انا يكون يسير بالنسبه لي في فهمه وفي قراءته ان انا افهمه في الايات قول الله وقول الرسول. يعني انا جبت له الفرق بين القران والسنه يعني يا حاجه زينب؟ لا 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 يعني ربنا في القران الكريم بيخاطب الرسول وساعات الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم بيخاطبنا. فانا مش فاهمه والله، بس هو ده اللي انا فهمته منه يعني. طيب. ان هو طيب. عايز يعرف الفرق ما بين ده. انا جبت له هل في مانع لو هو جنب حضرتك ان هو يكلمنا دلوقتي ولا هو مش موجود؟ لا موجود والله حضرتك يا شيخ. طب ما تخليه هو يسال حاضر. يسال الحاج شيخنا الحبيب شيخنا وحبيبنا طبعا الشيخ شعبان. عن انت مره سالتني قلت لي ايه الفرق في القران الكريم ما بين قول الله سيبيه هو بقى ده 18 سنه ده راجل يا حاجه زينب سيبيه هو يعرف يعبر مع حضرتك اهو. يا استاذنا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك حبيبي. سؤالك ايه بقى؟ ايه الفرق بين قول الله وقول الرسول في القران؟ انت مصر بقى. طيب بس كده اضرب مثال كده يعني حاجه استوقفتك. انا وانا كنت بقرا كان في بس مشكله عندي ان في ايات انا مش فاهمها بسبب يعني دي هل دي ربنا هو اللي بيحسنا عليها ولا الرسول عن كلام ربنا اللي بيحسنا عليها؟ يعني فهمتك قريب. انت السنه ودور النبي صلى الله عليه وسلم في فهمنا للقران الكريم مش كده؟ بالظبط. تمام حاضر حاضر. شيخنا هيجاوبك يا استاذ. انت اسمك ايه بقى؟ كريم. ماشي يا استاذ كريم ربنا يوفقك يا حبيبي. ماشي حاجه زينب في رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى الحاجه سناء حضرتك اجبتها بالسؤال الثاني. من معنا يا استاذ اسامه؟ طب يلا تمام. السلام عليكم. مين معانا؟ اتفضلي. عليكم السلام. تفضلي يا اختنا. ام محمد معاك. ام محمد تفضلي يا اختنا. ممكن اسال الشيخ شعبان؟ الشيخ يسمعك تفضلي. طب حضرتك انا منتقبه بقالي 9 سنين وعندي ماشيه 58 سنه. حضرتك سامعني؟ نعم. وحاليا انا يعني النقاب قلعته في البيت عشان كنت عامله عمليه رحم بقالي كام سنه وتعبانه كده وبصهد وتعبانه مش متحمله. فقلعته وانا عندي ماشيه ب 58 سنه. فقلعته بس ما قلعتهوش بره، قلعاه في البيت بس واحنا بيت عيله. بيت عيله ده طبعا سيلفك كده و... حاضر. فعايزه اسال الشيخ يعني، وبعدين انا الحاج يعني كنت قلعاه قبل الحاج ما يتوفى بقاله 9 شهور يعني. الله يرحمه. كان قدامه يعني في البيت بس ما قدرتش اقلعه بره. حاضر. فممكن اسمع الرد يعني؟ حاضر. حاضر يا حاجه ام محمد. ماشي حاضر. شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الوقت داهمنا بالفعل. الحاجه سناء بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اجبناها على السؤال الثاني ان احنا حضرتك قلت إيه لا لا بنقول انه الفرق مش بالورع. الاحوط اللي هو الاشد. تمام. اللي فيه ورع وفي مزيد من الخوف لله سبحانه. لو انا لو حد هيسالني الايسر ده اللي هو اقول له الايسر ولا اقول له بالورع؟ لما نختار لغيرنا نختار له الايسر ما لم يكن اثما، اما اذا اخترنا لانفسنا فنختار براحتنا، خدنا الايسر بها ونعمه، خدنا الاشد اللي فيه ورع واحتياط. طيب. فهذا خير
والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعليه صلى الله عليه وسلم. أيضا هل كلام الصالحين قرآن منزل؟ لا أبدا. على فكرة كلام الحجة سناء، أنا يعني طبعا أنا أعلم الحجة سناء يعني نحسبه على خير ونزكى على الله أحدا، سمعت يعني قريب منه بس القائل كان مقصده يعني غير كده، إنه هو يعني إحنا ليه بنقدس الإمام البخاري، ليه بنقدس الأئمة الأربعة، ليه ما نطلعش بمذهب جديد، هو كلامهم مش منزه، كلامهم مش قرآن. أنا أعلم الحجة سناء لا تعني هذا، نعم، لكن هل هذا يتردد يعني هذا يتردد، لعلها سمعت هذا من هؤلاء. نعم، هي تسأل طبعا لنفسها ولغيرها بارك الله. نعم، فيها. فأقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نحن في الإسلام ليس عندنا قداسة إلا لكتاب الله عز وجل ولما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من سوى ذلك حتى ولو كان أبو بكر أو عمر فلا قداسة في كلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والمقولة بتاعت الإمام مالك مشهورة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن ليس معنى هذا إهدار كلام أهل العلم، إنما أهل العلم مدارس لفهم الكتاب والسنة. نعم، يعني نحن نفهم القرآن الكريم من المفسرين، ونفهم الحديث الشريف من شراح الحديث، ونفهم مسائل الفقه والاستنباط من علماء الفقه والأصول. هؤلاء العلماء وإن كان لا قداسة في قولهم المجرد، أما إذا كان قولهم شرحا لكتاب الله عز وجل أو بيانا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استنباطا لمسألة فقهية، فإن الله عز وجل أرشدنا إلى ذلك. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح. وإلا لما أمرنا الله بالرد إليهم؟ فقولهم المجرد لا قداسة له، لكن هم مدارس فقهية أو مدارس تفسيرية نفهم من خلالهم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أرشدنا إلى ذلك. ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معنا الحاجة عائشة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ أحمد؟ ازاي حضرتك يا شيخ شعبان؟ الحمد لله، الله يكرمك يا حاجة، بارك الله فيك، ربنا يبارك فيكم يا رب. حضرتك أنا بسأل بالنسبة للعشر أيام بتوع ذو الحجة، طبعا احنا بنصومهم ويوم عرفة، أنا بس هنا سؤال حضرتك، العشر أيام اللي احنا بنصومهم زي يوم ذو الحجة ولا هم بيبقوا مع بعضهم جزاهم زي يوم ذو الحجة يوم عرفات؟ يعني العشر يعني هم كلهم نفس الثواب؟ ايوه نفس الثواب. ام لا؟ ايوه ايوه. وحضرتك انا ما بقرا القران، انا بقول وانا بقرا القران بعض كده مع نفسي بقول انا قاعده اعتكاف ليك يا رب جنب القران، انا قاعده اعتكاف ليك يا رب. اعتكاف القران، انا باجي اقرا القران بقول انا قاعده اعتكاف ليك يا رب. طيب. وانا بقرا القران انا باجي اسبح ربنا بقول برضو انا قاعده اعتكاف ليك يا رب في التسبيح، نفس برضو الجزاء على نفس الثواب، برضو نفس ثواب التسبيح، نفس قراءه القران. حاضر، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي احنا معنا تقريبا 10 دقائق، فاتفضل، مش عايزين نسيب حد ما نجاوبوش. تمام، بالحاجه سناء انتهينا. أم محمد مدرسة ويبدو أنها بتسأل عن بدل الأجازات، وهي أصلا يعني في الأجازات بتروح بالود كده يوم يومين كمدرسة، يعني هل تأخذ هذا المال أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أنصح الأخت السائلة وغيرها من إخواننا وأخواتنا المدرسين والمدرسات أن يتقوا الله عز وجل وأن يتورعوا عن طلب بدل الإجازات الرسمية التي لا يأخذونها بصورة رسمية، لأنهم في الحقيقة يأخذونها بالصورة العرفية التي ذكرتها. وأنا سبق أن ذكرت في هذا البرنامج أنه هذه الطريقة العرفية لا تجوز، لا يجوز لمدير المدرسة ولا الوزير ولا حتى لوزير التعليم أن يبيح للمدرسين والمدرسات ألا يحضروا، لأن هذا مال عام. المسؤول عنه هو رأس الدولة، فلا يجوز، حتى الوزير ليس في سلطانه هذا، إنما هو مستأمن على إدارة الوزارة بما لا يخالف اللوائح والتعليمات. وضربت ساعتها مثالا، لو وكيل الوزارة طب على المدرسة اللي غايبين دول
هيجازيهم ولا مش هيجازيهم؟ يعني هي يحيلهم للتحقيق ولا لا؟ الجواب قولا واحدا نعم، سيحيلهم للتحقيق لأنها مخالفة لا يمكن أن يدافع عنه مدير المدرسة في هذه الحالة ولا الناظر ولا الناظرة. وبالتالي أهون الشرور أنه المدرس والمدرسة لا يطلب بدل الإجازات حتى يعني تكون المسألة إلى حد ما متعادلة، يرد هذا بهذا، والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حكاية أن في المجتمع الريفي التي ذكرته هي ترتدي الشراب أو الجورب، ولكن النساء في معظم الأمر في المسجد في صلاة التراويح ما بيكونش يعني لابسين الشراب. مش النصيحة ده دور مين، الشيخ ولا دور نحن ولا دور يعني هي حاسة بالوزر؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، معلوم أن أهل العلم اختلفوا في لباس المرأة في الصلاة، فجمهور فقهاء مالك والشافعي والإمام أحمد على أنه يستثنى من ذلك الوجه والكفين، حتى الكفين على خلاف، فالحنابلة لا يجزون حتى ظهور الكفين لأن ما ورد فيهما من أدلة صحيح لكن غير صريح، وما ورد فيها صريح لكنه غير صحيح. إنما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى هو من ترخص قليلا وقال إن ثياب المهنة لو ظهر باطن القدمين فإنه لا يضر. لكن النساء الآن توسعن، اللي بيظهر مش باطن القدمين فقط إنما ده ظاهر القدمين أيضا، يعني باطن القدم اللي هو من تحت. ففي هذه الحالة هذا خطأ وخطر ويخشى على صلاتهم من البطلان. لكن هؤلاء كما ذكرت أختنا السائلة ريفيات فلاحات يعني قليلات الحظ في العلم والدين، فلعل الله عز وجل أن يعذرهم إلى حين أن يتعلموا. وهذا واجب، أول من يجب عليه محمد يقع عليها وزر إمام المسجد الواجب عليه تنبيه الناس وتعليم النساء هذه الأحكام لأنها متعلقة بشروط صحة الصلاة. وكذلك هذا لا يرفع الواجب عني وعن الحجة السائلة الأخت السائلة. هي كويس أنها بتتكلم مع المرأة مع أخواتها بمفردهن، خديهم واحدة واحدة مش كما في الملأ كده، لأنه في الملأ سيفضحوا ويفتنوا ويتبلبلوا شيء من هذا القبيل. لكن قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وإن شاء الله يكتب لك تعليمهم وتذكيرهم في ميزان حسناتك إن شاء الله. الإحساس اللي هي حسادة تؤجر عليه، اللي هو باخعة نفسها عايزة الناس تبقى كويسة؟ طبعا لا شك، طبعا لا شك إن شاء الله تؤجر عليه، لأن هذا إحساس طيب وشعور حسن. ويعني من هم بحسنة فلم يعملها، مجرد الهم القلبي بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. أخونا سعد كان حلف قال عليه الطلاق بإذن الله ما أنا معيد في البيت، وهو ما عندوش يبدو القدرة المالية على الكفارة، فماذا يفعل؟ في هذه الحالة نقول بارك الله فيك، أولا عيد في البيت، مش عيد في البيت، عيد في البيت، في البيت كل عام وأنتم جميعا بخير. ثانيا بعد أن تعيد في البيت سيكون عليك في هذه الحالة أمرين، الأمر الأول أن التوبة والندم والاستغفار، لأنك أردت الحلف يا عمنا سعد فحلفت بغير الله اللي هو الطلاق، والنبي يقول من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني يا عمنا الأخ سعد عليك كفارة اليمين، إما أن تطعم 10 مساكين وإما أن تصوم 3 أيام والله أعلم. الحج سمية الله يرحم ابنها توفي وهي كانت حاطه له مبلغ باسمه، لكن هو الفلوس بتاعتها هي، وفي 17 جنيه تقطع الدفتر ولا تعمل ايه؟ الحاجة سمية يعني شحنتني بالبكاء بارك الله فيها لهذا السؤال، في ورع في ورع. يعني تخيل امرأة من نساء مصر تسأل عن 17 جنيه وبتسأل عن حكم 5 أرغفة وحكم 5 أرغفة في بطاقة التموين تتورع عنه. جزاها الله خير، جزاها الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يثبتك على دينك، وأن يجعل هذا إن شاء الله في موازين حسناتك، وأن يجعل هذا أيضا احتسابا في موازين حسنات هذا الابن المتوفى بارك الله فيك. فغيرها ينهب مليارات المليارات ويتباهى بذلك وكأنهم لا يفعلون شيئا والعياذ بالله عز وجل. أما عن الدفتر ف17 جنيه مبلغ لا يكاد يذكر، زي ما قالوا لك في المكتب البريد خلاص قطع الدفتر وهم سيغلق الحساب عما قريب، لأنه دون الاستثمار يعني هم عندهم أقل مبلغ تقريبا 100 جنيه، فال17 ملهاش أثر لها تجيب يا خلاص هي تغفل هذا الدفتر الدفتر وبارك الله فيه. موضوع بطاقة التموين وخمس أرغفة تأخذها ولا خذيهم المال لحين ما يرفع اسم الابن من البطاقة على الكمبيوتر، تدفع تمنهم مثلا في الصندوق تصدق لحد فقير، يعني خذيهم وتصدق، أو ممكن تاخذهم وتديهم لحد محتاجهم تتصدق بيهم. نعم صحيح.
لحين ما يرفع الاسم من على الكمبيوتر. أخونا عبد العزيز اتصل من السعودية يسأل عن حكم الشرع في شهادات استثمار قناة السويس. والله يا أخي الحبيب أستاذ أحمد أنا حتى الآن لم أقرأ بيانا رسميا يعني شافيا في طريقة التعامل في هذه الشهادات حتى الآن. يعني أتابع الجرائد يكتبوا أخبار والنهاردة 6 يعني مليار إلى الآن متوقف فمتوقف في الحكم حتى أقرأ يعني القانون اللي صدر به صدرت به الشهادات والتفاصيل أم عمر حلفت بالله أن ما تأخذ لا تأخذ هذا الشيء ثم حنثت فيه وصامت 3 أيام. هل هذا صحيح؟ اللهم لك الحمد. كفارة اليمين إما إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام وهي قد صامت ولله الحمد، فنسأل الله القبول. قتل الحشرات في المنزل. نعم، الحشرات التي تؤذي البيت فتوجد في غرف النوم وتوجد في المطابخ وربما تؤذي الأطعمة والأشربة والأسقية، يجوز في هذه الحالة أن احنا نكافح هذه الحشرات، لكن يكون هناك نوع من التدرج في مكافحة الحشرات. يعني احنا يمكن لو سيئنا البيت يعني كما يقولون مسحوها بالمية والمطهرات زي مثلا الديتول ولا غيره، مش بالحريق، فسيكون هذا إن شاء الله طهارة للبيت، وربما حتى الكنس العادي ده بالمكنسة الكهربائية يكون هذا أيضا وسيلة من وسائل المكافحة. إذا لم يخرج أو تخرج هذه الحشرات بهذه الوسائل فيجوز في هذه الحالة استعمال المبيدات وليس استعمال الحرق بالنار، لأنه لا يعذب بعذاب الله أحد، والله عز وجل أعلى وأعلم. أم مريم والحجة زينب كلاهما سأل سؤالين كبيرين والوقت داهمنا ومش عايز إجابات مختصرة، لأن أم مريم سألت سؤالا حساسا يتعلق بكثيرات أو بكثيرين، والحجة زينب أيضا ابنها سأل سؤالا مهما، هي سألت سؤالين. لا. فعشان من جاوبش إجابات يعني مقتطبة أو فيها كده سرعة نبدأ بهما بإذن الله تعالى. بالله. نستأذن أم مريم ونستأذن الحجة زينب إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية غدا مع فضيل الشيخ شعبان درويش إن شاء الله تعالى الاثنين نبدأ بهذين السؤالين إن شاء الله يكون الجواب. فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاك الله عنا كل خير، فيك الله يكرم. صلى الله عز وجل القبول. وأشكر كل الأخوات وكل الإخوة المتصلين، وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، وأشكر جميع فريق عمل البرنامج وقناة الندى. أسأل الله عز وجل أن يحفظهم جميعا وأن يحفظ قناتنا وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا